للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من رام الله الأستاذ جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جهاد أهلا وسهلا بحضرتك، ويعني وإحنا بنصل اليوم 144 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قراءتك إيه للمشهد الآن وتطورات الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية؟ يعني ما زالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصرة على عمليات القتال والحرب والقتل والدمار في قطاع غزة، على الرغم من المفاوضات التي تجريها الأطراف المختلفة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية للوصول لاتفاق لهدنة قد تستمر لستة أسابيع وإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال مساعدات بشكل وافر للفلسطينيين في قطاع غزة مع وقف القتال خلال هذه الفترة. أعتقد أنه هذه المفاوضات على ما يبدو قد تنجح خلال الفترة القادمة في ظل وجود ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية، لكن ما زال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يرى إمكانية أن يكون هناك هدنة، وإنما يضع العراقيل تلو العراقيل وشروط جديدة في المفاوضات لهذه الهدنة، الأمر الذي يشهد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية غير معن بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة طويلة نسبيا لغايات سياسية داخلية إسرائيلية وهي شخصية بالنسبة لنتنياهو للحفاظ على مكانته السياسية وعدم أن يكون هناك ترتيبات داخلية إسرائيلية تتعلق بلجان تحقيق أو مزيد من الضغط عليه من قبل الشارع الإسرائيلي للتخلي عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية. نعم، بتشوف إزاي الجهود المصرية في تحقيق يعني أو في محاولة الوصول لوقف لإطلاق النار؟ يعني مصر على الدوام تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالحفاظ على حياة الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، وهذا الدور ليس فقط في هذه المرحلة إنما في مراحل متعددة، وأغلب الأحيان وقف إطلاق النار بين في الموجات المتعددة التي شاهدناها في السنوات الماضية فيما يتعلق بالعلاقة مع الإسرائيليين، كانت مصر هي الدور الوازن والهام، وحتى الآن واليوم لديها دور وازن وهام في الوصول إلى اتفاق وأيضا في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني كما جرى اليوم بوضع أو إلقاء هذه المساعدات عبر الطيران، بالإضافة إلى مساعدة الفلسطينيين وإدخال هذه المساعدات بشكل جيد، بالإضافة لاستضافة أعداد كبيرة من الشاحنات من أجل إدخالها إلى الجانب الفلسطيني. نحن ندرك العقبات التي تواجهها مصر نتيجة العمليات الحربية وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على عمليات التخفيف، الأمر الذي لا يساعد بشكل واسع إدخال كميات ترغب بها مصر وهي متوفرة على الحدود بإدخالها للمواطنين الفلسطينيين. لذلك هناك محاولات إسرائيلية للقول بأن هناك خلاف أو لبدء بدور الخلاف بين الفلسطينيين والمصريين، لكن من الواضح أن كلا الجانبين الشعبين المصري والفلسطيني يعلمون جيدا ما تقوم به إسرائيل من حيل وتضليل في هذا الجانب، والآراء والمواقف التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح القضية الفلسطينية وتعاونه بشكل واسع وكبير مع القيادة الفلسطينية ليس فقط من أجل وقف إطلاق النار أو المساعدات الإنسانية، بل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حتى تكون أو يكون الفلسطينيين جاهزون للمسار السياسي الذي تحدث عنه في عديد اللقاءات والخطابات وتدخلاته على المستوى الدولي لإنهاء وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، شكرا لحضرتك.